مهدي بوسليم 39 عام، مدير شركة بوسكيتو، اللي هي شركة فيشار اللي بدات في المغرب وتحولت لدبي هذه عامين. زاديت في الثمانينات في 1980 قريت في لا ميسيون فرونسيز ارميس ترونان في الوازيس، ومن بعد كنا ساكنين في المعارف مع الدار. ملي كنت صغير كان عزيز علي الموسيقى، دونك بون قريت كي كي كيما الناس القرا، ولكن كانت عندي واحد الحاجه اللي كنت كنديرها اون بليس هي الموسيقى. كنت عندي 13 عام، كنت برزت الوالده باش تشري لي جيتار. شريت الجيتار، والجيتار تعلمت منها بزاف الحوايج، تعلمت منها كيفاش نحس شي لعيبات اللي ما كيتعلموش في المدرسه. وعلاش كنهضر على الجيتار؟ حيت الجيتار عاونتني حتى في الحياه ديالتي بروفيسيونيل. والمهم ملي سريت الباك ديالي مشيت قريت في فرنسا، قريت في لا سوربون، ولكن كان عندي توجو هذيك لومبي باش نتعلم الجيتار. دونك كنت كنقرا مشيت تعلمت الجيتار بوحدي، في مشيت ماكينه جي فري فريمون ابروفوندي لي لا جيتار ولا لا برونتيس لا جيتار. حتى ملي كنت عندي 24 عام وكنت قررت باش نخدم في هذا الميدان ديال الموسيقى وديال الفن، حيت هذاك الميدان ديال الموسيقى ديال الفن كنت كنلقى فيه راحتي. وملي دخلت المغرب عاوتاني رجعت بقيت في الميدان ديال الفن والموسيقى، وبديت وليت منتج موسيقي. دونك لي زاني 2006 2007 في المغرب كنت كنخدم مع شي ناس بحال فنانه بحال بيك، بحال ناس الغيوان، بحال اشكان، بحال ستيف راغامان، خمسه بارما، سي مهدي، غونغا فايبس. المهم كنا غير غاديين وكان البليزير ديالنا هو نسجلو وندوزو في لي راديو، وما كناش عارفين كيفاش غنربحو الفلوس. واش طرا دي مارك بحال الاتصال المغربي بحال كوكا كولا كانوا بغاو يتعلموا منا كيفاش كنا كنديروا هذيك النوع ديال الموسيقى وكيفاش كنديروا الانتاج ديالنا. دونك ملي 2007 2008 بديت كنخدم مع دي مارك في المغرب. اول كونترا اللي كنت سنيتو هو مع موبي سود، واحد الشركه كانت تابعه للاتصال المغرب. الحمد لله اللي هي بدينا كنخدموا مع لي مارك 2007 2008 حتى 2010. كنا كنديروا بزاف لي كونسير، كنا كنديروا بزاف ديال الحفلات، وكنعاودوا لي مارك سور لا بارتي ميوزيك. ومن بعد جات المده، جات لا بيريود ديال الديجيتال. الديجيتال بدا في 2010 2011 في المغرب، اللي هي فين تعرفنا مع اسبريسو هما. انا كنت كنستعمل الديجيتال شحال هادي باش نعول لي زارتيست ديالي باش يتعرفوا وباش نديروا لا بروموسيون ديالهم. وهذاك داكشي اللي تعلمت في الديجيتال مع لي زارتيست، جاو لي مارك عاوتاني قالوا لي علمنا ودرني لنا لا بروموسيون سور لو ديجيتال في الانترنت. دونك دو 2010 2015 كنا المهم خدامين مزيان في الديجيتال في المغرب. وكوتي دسا كنت ديما كناخد داكشي واحد امورسو اون باغ بلا داك الفلوس اللي كيربح كنا انفيستيون في الانترنت. دونك انفيستيت واحد لو سيت سميتو ايتو ميوزيك في الاول ما خدمش، واحد لا فواحد لا لو سيت فيمينان سميتو مجله توكي. ومن بعد جا انفيستي في واحد لا بلاتفورم سوسيال سميتها بوسكيتو. دونك بوسكيتو بدات في المغرب 2012 2013. كنت كندير دي فيديو وكندير دي زارتيكل في باللغه العربيه. المهم ما كاين في سبيل الله غير غاديين، وكنا كنديروا دي شوز بوزيتيف، كنحاولوا كنديروا دي زارتيكل كنشوفوا كوم كوا لي زانترنوت كان كيعجبهم داكشي. دونك واخا ما كنربحوش الفلوس منه كان داكشي غادي بوحدو. حتى واحد النهار مشيت لي ستاتستيك ولقيت كوم كوا بوسكيتو وصلت الامارات، وصلت السعوديه، وصلت مصر، وصلت ليبيا، وصلت الجزائر. بحال قلتي كبرات. دونك ملي كبرات قلت خاصني نشوف فهاد الناحيه اش كاين ما يدار. دونك جيت لدبي 2015. فرنسا سيتي بحال قلتي بروغرامي، انا قريت في لا ميسيون، دونك لا ميسيون فرونسيز. مشينا ليوتي، ومن بعد المهم انا ما كانش عندي مع القرايه من الاول. دونك ملي قالوا لي غتمشي فرنسا مشيت لفرنسا، واخا الوالد غيقول لي مشي لامريكان مشي لامريكان، ما كنتش نقلب على شي حاجه. ولكن تعلمت بزاف الحوايج ليا ملي كنت كشاب كيتفارق مع الطرف ديالك، مع الوالد، مع الوالده، كتولي في واحد ان اوتر سيستيم دو ريفليكسيون، فهمتي. دونك كتعلم الوحدانيه، كتعلم تعيش بوحدك، كتعلم تجيري فلوسك، كتلقى راسك شي في دي سيتوياسيون اللي صعاب. خاصك فرنسا علمتني بزاف الحوايج عليا انا. المهم المدرسه سي توجور لا ميم شوز، سيتير كو
عندهم لي زونيفرسيتي احسن من المغرب سي نورمال. ولكن ليكسبيريونس لي بلوز امبورطون اللي كتقرا على برا هي كتلقى راسك بوحدك. دونك سي بيان تقد تقلع تقرا على برا وداخل المغرب غيرك ملي تكون عندك 18 عام لو فات تخرج من دارك ديال الوالد والوالده وتمشي تقرا في شي بلاصه واحده اخرى وتكون بوحدك كتعلم منها بزاف الحوايج. فرنسا هي بحال قلتي دوله صعيبه حيت غاليه حيت كدوز من الشمس للبرد وكاينه هذيك العنصريه ديما كتحس بها واخا الناس ماشي عنصريين انت بوحدك كتحس بالعنصريه كتكون من اول فهمتي. دونك هي صعيبه ولكن كتعلم منها بزاف الحوايج. لانفيستيسمون ما جاش كان عندي دو شوا سواء ندخل المغرب ونسى كلشي سواء نبقى هنا ونغامر عاوتاني. دونك جي شوازي لو دوزيام شوا غامرت خديت هاد البيروات بوحدي جي امبوشي دي كولابوراتور بقيت غادي 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 حتى جاني واحد لو ميل من فيسبوك هو الاول. فيسبوك عيطوا عليا في دبي قالوا لي بغينا نتلاقاو معاك وقالوا لي كوم كوا ديك الخدمه اللي كندير انا في بوسكيتو راهي تري انتريسونت ودرت واحد لا ريونيون مع فيسبوك اوروب دونك مع البيرو ديال لانجلتير ديال فرنسا ديال لا تركي ديال لافريك اكسيتيرا. دونك قلت كاينه شي حاجه عند بوسكيتو خاصني نعطي لها لا شونس ديالها. دونك بقيت جي ديسيدي دو ريستي ايسي و جي تي سيلكسيوني باغ واحد لورغانيزاسيون سميتها انديفور qui soutient les entrepreneurs, le réseau, la connaissance avec les clients, ou des clients qui brûlent mon mail. Donc, j'ai trouvé un autre investisseur, il se met sur Afrique Invest, qui investit à Digital Shore, sur Busquito. Donc voilà, donc d'abord, alhamdoulilah, qu'il y a le flux, qu'il y a le savoir-faire. Dubaï, il y a ça, c'est-à-dire que خاصكش كيتبان الناس كوم كوا راه الفلوس ساهله فيها ساعه هي خاصك فريمون تعيش فيها وتفهمها قبل ما تستمر فيها. بروميير شوز سي انستالي دبي ان تيرم دو مارك. دونك بوسكيتو هي معروفه في العالم العربي معروفه هي بالعربيه. دابا حنا غنلونسوها بالانجليزيه غتولي بوسكيتو يو اي غتكون الانجليزيه باش الناس اللي خدامين في الميدان ديال الاشهار يعرفوها وبدا نخدموا معاهم. عندنا دابا دي نوفو ستوديو كون فابخوندر اون فا ديميناجي دابا شي 10 ايام و ليكيب كيتكبر. دابا بينا شي 8 ديال لي بيرسون في دبي بينا 50 في المغرب وان شاء الله غنكونوا شي 15 في المغرب وشي 60 في 15 في دبي و 60 في المغرب. ولي سكي امبورطون هي كيفاش دبي كيخدم مع المغرب والمغرب كيخدم مع دبي. دونك انا ملي كنت هنا كنت نجي للبيرو مع 9 الصباح كنخدم حتى للجوج سور لي زوبيراسيون ديال دبي مع الجوج كنبدا نخدم مع المغرب حيت المغرب عندنا 4 اور دي ديكالاج. حنا لافونتاج اللي عندنا سي كو كنديرو بوكو دو بوست برودكسيون بوكو ديكريتور كيدار في المغرب ولا برودكسيون كيدار في دبي. دونك دابا لو بلوز امبورطون هي نلقى كيفاش المغرب ودبي يخدموا اونصومبل pour être beaucoup plus compétitif. Le problème de Dubaï où il y a un facile de l'écharpe, c'est la production et la post-production. Parce que l'avantage de l'Inde, c'est que qu'ils aident les marques là, pour faire des vidéos à des prix corrects. L'Inde est majeure, et Dubaï, il y a un peu de l'Astéra, qui est un peu de l'Astéra. Deuxièmement, il y a un peu de l'Astéra, ou si tu es là, tu es prêt psychologiquement. دونك قبل ما تسافر وتخرج من البلاد خاصك ديجا توجد راسك بالغربه وتعلمت باغفوا دوز 10 ايام بلا ما تهضر مع حتى واحد دونك داكشي كلشي دوزناه. دابا ملي كيبان ليا من البعيد كيبان ليا بحال تكرفس فيه ولكن سي اون اتاب اوبليجي خاصك تصبر. والمغرب راه دابا راه كاين سكايب كيعون كاين فيسبوك سيتيغ كو الغربه ماشي بحال ديال الغربه ديال شحال هادي بغيتي تهضر مع الوالد الوالده راه كاين التليفون كاين سكايب و كاين الطيارة حتى هي. ملي كنقول للمغاربة كنقول لهم بحال شحال هادي كان جدودنا كينزلو من التفراوت للدار البيضاء كانو كياخدو الكارت عندهم 300 سوايع الكارت. دابا كاين الطيارة دونك حتى المغاربة خاصهم يتعلمو بدا يخرجو من بلادهم إلا كانوا المقاولين سيدي المغرب واخا هكاك راه سيتا مارشي على قد الحال وخاص دابا يفو بونسي على ليكسبور. دونك بنادم خاصو يتعلم يخرج من هذيك لا زون دو كونفور ديالو يمشي يدبر على راسو على برا يمشي يدخل لنا شي ديال الدوبيس
دابا المقاول ما عمرو كان راضي على داكشي اللي كيدير. في الصباح في عنده جوج ديال لي ريفليكسيون. انا في الصباح كنفاق كنكون كاعي كنقول هادشي اللي كيدير خاصني نحسنو، مع ديك العشرة كنكون فرحان كنرضى عليه. دونك هاد القضيه ديال تكون راضي ديما ما كايناش. المقاول خاصو ديما يفوسو بامي تخون كوز ويبتل سميتو لا مانيير ديال البيزنس، لا مانيير دو فير لو بيزنس ديالو، سورتو في هادشي ديال الانترنيت والديجيتال. يا بوكو دو شوز كي شونج. دونك الى هذيك الرضا خاصك تكون راضي على راسك، ولكن ماشي بزاف، خاصك توجور سو ريميتر اون كيسيون. الطموحات ديالي هي نبقى في هذا لو ميم ايطا دي سبري، ستادير انا بعدا اللي ربحت في هادشي كلشي هي بحال قلتي وصلت النفس ديالي لبلاصه واحده اخرى، باسكو تعلمت واحد الحاجه اللي هي مهمه، هي تخرج من لا زون دو كونفور ديالك ودير شي حاجه بلاصه واحده اخرى. باغ اكزومبل انا غدا تقول لي حل البوسكيتو في الانديا في الهند ولا في الصين ولا في امريكان، سي كيك شوز كو جي ديجا في اون فوا. دونك اسكو جو فودري فير انا هي بحال قلتي بوسكيتو نعطي لها واحد ديمونسيون انترناسيونال. ان شاء الله دابا كنفكروا نمشيو لمصر، وعندنا العالم العربي بغينا نمشيو ليه كله، وان شاء الله بوكو با دوتر كونتينون. كاين جوج نوع من الهجرات، هجره اقتصاديه صغيره كتبقى عندك باز وبغيتي تكبرها، دونك هادي هجره راسيونيل لوجيك. سادير كو المغرب سي تا مارشي كتعلم فيه، ولا عندك شي ان برودوي اللي عنده ان بوتونسيال انترناسيونال، علاش لا تهاجر و ديفلوبي لو برودوي؟ كان ماشي مهاجر، ما كاين واخا كيك المغرب راه مازال عندنا لا بوست برودكسيون، عندنا ليكيب ديالنا، ولكن ديك الهجره ديال غنمشي نلقى شي حاجه احسن من المغرب حيت سمعت بها ولا شفتها في التلفازه ما مخداماش. يا بوكو دو جون كي غيهاجروا وحيت غير يسمعوا كوم كوا الحياه في فرنسا ولا في ميريكان ولا في طاليان راه احسن من المغرب. دابا مع ميم لي ريزو سوسيو كيبان لنا كوم كوا المغرب تا هو زوين، عنده واحد السيل ديالو اللي تقدر ترضى عليه وتعيش حياه مزيانه. الهجره خاصها تكون هجره اقتصاديه، تمشي لشي بلاد واحده اخرى باش تفيدهم شي حاجه. انا كما كنت جيت لدبي بلا البوسكيتو حتى ما يداها فيها، دابا الحمد لله عندنا واحد سيغتان ريكونيسونس، كنهضروا مع لي كليون، كنهضروا مع دي بيرسوناليتي في الميدل ايست، باسكو عندنا شي حاجه نعطيهم. الا بغيتي تهاجر لشي بلاصه خاصك تجي تكون شي حاجه عندك، تعطيها البي اللي كيما تاكلير.